السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. معاكم عمر الطاهر من سبيجلش. دي الحلقة رقم 9 من كورس البرنانسيشن أو كورس النطق، وهنا بنتعلم النطق الأمريكان عشان يفيدنا لما نيجي نتكلم نعرف اللي قدامنا يفهمنا، ولما أجي أسمع حد بيتكلم إنجليش أو أسمع حاجة إنجليش أعرف أفهمها بسهولة. النهاردة إن شاء الله هنتعلم إزاي ننطق الـ ED. الفيديو إن شاء الله كالعادة بيتقسم أربع أجزاء، أول حاجة النطق الغلط، تاني حاجة النطق الصح، تالت حاجة هنعرف القاعدة إزاي ننطقها وإمتى ننطقها، رابع حاجة هناخد أمثلة كتير عشان نعرف نطبق القاعدة اللي إحنا عرفناها. اول حاجه معانا النطق الغلط، وركد 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 وركد، ليرند 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 ليرند، واشد 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 واشد. ده كده كان النطق الغلط. طيب ايه هو النطق الصح؟ worked 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 worked، learned learned learned، washed washed washed. طيب تالت حاجة معانا اللي هي القاعدة. ببساطة كده القاعدة هو ده الـ ED لما بتلاقيها في آخر الفعل، لما بتعوز تتكلم على فعل في الماضي أو بتزود له ED عشان تبين إن الفعل ده في الماضي. طيب الـ ED، الـ ED إحنا نعرف ليها نطق واحد بس، هي الحقيقة ليها تلات أصوات. خلينا ناخد مثال كده زي visit visit، فهنا لو عايز أقولها في الـ past، لو عايز أقولها في الماضي هقول visited 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 visited، وده اول صوت معانا واسهلهم واللي كلنا عارفينه صح، وده ما فيهوش اي مشكله. ده بزود اد، الصوت اللي بيزيد بيبقى visited اد اد، الصوت اللي بيزيد بيبقى اد. ده اول واحد فيهم واسهلهم وما عندناش في اي مشكله، زي visited added 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 needed 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 needed، ودي اول صوت وببساطه وسهوله جدا ما فيش اي مشكله اد. طب امتى انا كده عرفت ازاي بنطقه وانا بنطقه صح؟ امتى انطقه كده؟ تنطقه كده لما يبقى اخر حرف في الفعل دي او تي، يعني visit اخر حرف فيها ايه؟ تي، يبقى اقول visited. need اخر حرف فيها ايه؟ دي، يبقى هنطقه ايه؟ needed. ده اول نوع وسهل جدا. تاني نوع بنطق الاي دي كانها دي بس، يعني انا مش بقول اد، لا هي ده 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 ده، زي learn learn، مش هقول learned، لا learned انا ضفت اي دي، مش هقول learned، مش هقول learned، هقول learned 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 learned. فتاني واحد ده انا بقوله as ده ده only ده، learned learned not learned learned. طيب امتى اقدر اقوله ده مع بعض الحروف زي ال ان ام ار جي في وزد بي وكل الفاولز اللي عندنا اللي هما الـ I والـ E والـ O والـ U والـ A؟ فلما الاقي اخر الفعل منتهي بأي صوت من الأصوات دي هقوله ان هو ده ده ده. طيب تالت صوت معانا اللي هو هيبقى ت ت ت، هنطقه T فقط. زي ايه؟ work work اللي هو يعمل work، لما اجي اقولها في الـ past هقول worked worked، مش worked ولا worked، لا هقول worked 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 worked، ضفت بس تي مش اكتر. المثال التاني اللي كان معانا اللي هو wash wash، في الباست هتبقى washed 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 washed، مش washed مش washed ولا washed، لا washed washed washed. طب تالت ساوند اللي هو ت، امتى اقدر اقوله؟ لما الاقي الفعل اللي معايا اخر حرف فيه p k c s double s f g h s h CHX. طيب باختصار كده نلخص الموضوع بسرعة، عندنا تلات أشكال لما واجي أقول الـ ED في الفعل لو بتكلم عن الماضي. لو عايز أقول الـ ED في تلات طرق، أول واحد اللي هو إد، وده ما عندناش فيه مشكلة زي visited visited visited. تاني واحد اللي هو ده ده زي learned 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 مش learned learned. تالت واحد اللي هو تا زي work هيبقى worked worked، wash هتبقى washed washed واش. تعالوا ناخد بقى بعض الامثله عشان نثبت الموضوع اكتر. اول نوع معانا اللي هو اد اد، وده لما بلاقي اخر حرف في الفعل فيه تي او دي، فبقول مثلا زي فيزيت اخر حرف تي فبقول فيزيتد فيزيتد، دي زي نيد هتبقى نيدد نيدد نيدد. امثله تاني زي اد اد هيبقى ادد ادد، ادميت ادميت admitted admitted، avoid هيبقى avoided avoided avoided، attended attended attended، decided decided decided، waited 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 waited، separated separated separated. تاني نوع معانا اللي هو ده ده ده، مش اد هو ده ده، مع حرف ال زي cold 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 cold، مش cold مش cold، هي cold
called pulled 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 ما قلتش pulled لا هي pulled 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 تاني حرف اللي هو ال N cleaned 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 ما بقولش cleaned لا بقول cleaned cleaned opened 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 earned 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 تالت حرف معانا اللي هو ال R فبقول offered 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 حرف ال M زي claimed 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 حرف ال G زي changed 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 مش changed لا بقول changed changed حرف ال V زي lived 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 هنا خد بالك مش بقول lived او lived انا بقول lived 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 loved 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 حرف ال Z زي closed 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 هتقولي ايه ده طب ما closed دي اخرها S فيعني هي S هقولك هنا احنا بنتعامل مع الساوند الساوند اللي بيطلع من close ايه ز كلوز مش بقول كلوز لا بقول كلوز فالساوند اللي انا بسمعه ز فهو بالنسبه لي بعامله كانه زد بقول كلوزد كلوزد وحرف البي برضو زي rubbed 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 مش بقول rubbed لا rubbed rubbed وكل الفاولز طبعا اللي احنا كنا قلنا عليهم وخدوا بالكم هنا احنا بنتعامل مع الفاولز اللي هم الساوندز الساوند طيب ثالث نوع معانا اللي هو تا التا تا تا اول حرف معانا اللي هو البي فما بقولش هيلب ما بقولش هيلبد بقول هيلبت 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 حرف الكي ما بقولش لوك بقول لوكت 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 وركت 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 حرف السي بقول فيست 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 مش فيسد بقول فيست 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 الاف زي سنفت 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 جي اتش زي لافت 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 الاس اتش زي واشت washed 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 ch زي watched 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 مش بقول watched بقول watched 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 ال double s زي kissed 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 مش kissed لا بقول kissed kissed ال x زي fixed 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 بعض الأمثلة برضو على ال double s passed 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 Past. دول كده الثلاث انواع بتوع الاي دي اندينجز او الاي دي لما تبقى في النهايه دي كانت حلقتنا النهارده يا رب تكونوا استفدتوا ما تنساش تشوف الحلقات اللي فاتت من الكورس ده هتلاقيها على القناه لو عندك اي سؤال اكتبه لي في الكومنتس وما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده وتشير الفيديو عشان غيرك يستفيد شكرا لكم باي باي